تحية رياضية مشاهدينا الكرام، نحييكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج الرياضة اليوم. استهل ليفربول حامل اللقب مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز بانتصار صعب للغاية على ليدز يونايتد وبأربعة أهداف لثلاثة بعد مباراة ندية لم تحسم إلا في الأنفاس الأخيرة. وبانتصاره حصد ليفربول أول ثلاث نقاط له بالدوري في بداية المشوار بالبطولة، فيما كان ليدز يونايتد الوافد الجديد ندا قويا طيلة مراحل اللقاء الذي شهد تألقا كبيرا للنجم المصري محمد صلاح بتسجيله لثلاثة أهداف هاتريك. وتصدر فريق أرسنال جدول ترتيب الفرق بتحقيق الانتصار كبير على جاره فولهام بثلاثية بيضاء، كذلك فعل جاره تشيلسي بتحقيق الانتصار على مضيف برايتون بثلاثة أهداف لهدف، علما أنه تم إرجاء مباراتي قطبي مدينة مانشستر يونايتد اليونايتد والسيتي بسبب مشاركة الفريقين بالمنافسات القارية المتقدمة في الموسم الفائت. مشاهدينا، كانت جولة مثيرة للغاية، مستهل انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز، فعلا كان ممتاز بكل معنى الكلمة قولا وفعلا، علامات كاملة لمجموعة من الفرق. سنناقش كل ذلك مع ضيوفنا الكرام. أبدأ من مدينة الرباط المغربية مع الكاتب والصحفي الرياضي بلال نوالي. أهلا ومرحبا بك بلال على شاشة قناة اليوم. مرحبا بك كابتن عبد الجبار، وشكرا لك على الاستضافه وشكرا لقناه اليوم. اهلا كابتن بلال، نبدا مباشره مع حامل اللقب. اداؤه ترك اكثر من اشاره استفهام في مستهل حمله الدفاع عن لقبه بتفوقه على ليدز يونايتد باربعه اهداف مقابل ثلاثه في الانفيلد. نعم كابتن عبد الجبار، الدوري الانجليزي عاد للدوران وعاد للمتعه بعد موسم سابق قضعته مجموعه من الامور، وكان موسم استثنائي بحكم توقف الدوري والدوريات كل الدوريات في العالم بسبب فيروس كورونا. عاد هذا الدوري للدوران وتوج به فريق ليفربول الانجليزي. فريق ليفربول مع انطلاقة هذه النسخة من هذا الموسم وفي مباراته الأولى ظهر بأداء لم يقنع جماهير ريد، جماهير ليفربول لم تكن مقنعة بهذا الأداء، خلل وسط المجموعة. رغم ذلك الخلل إلا أن ليفربول استطاع الانتصار بنتيجة 4-3 في مباراة عرفت نتية الخصم الذي وقف ندا لفريق ليفربول وقدم أداء جيدا وأحرج ليفربول في مباراة. نعم فعلا بلال، أحرج ليفربول. أتحول مباشرة إلى العاصمة المصرية القاهرة، معنا الإعلامي الرياضي أحمد بهاء الدين. أحمد أهلا بك على شاشة اليوم. فعلا كما ذكر بلال، ليدز يونايتد الوافد الجديد إلى أضواء البريمير ليج كان ندا غير عادي لحامل اللقب. أهلا بك أولا صديق عبد الجبار وكل أصدقاء بيشاهدوا برنامج حضرتك. يمكن الجولة الأولى في الدوري كان ده اللقاء المنتظر، كان ده أكتر لقاء كان الناس مستنياه، لقاء ليفربول بطل الدوري وحامل اللقب مع يورجن قدام ليدز يونايتد بطل تشامبيونشيب صاعد بعد فترة طويلة عن مدرب اسم كبير بقدر مارسيلو بيلسا. كان الكلام كله قبل اللقاء عن طريقة التعامل مع اسلوب لعب ليفربول في المقابل اسلوب لعب ليدز، هل بيلسا هيلجأ لتغيير الطريقة؟ ولكن اللي حصل انه بيلسا لعب بنفس الاسلوب، نفس طريقة الضغط، الاعتماد على الشباب ومعدلات الجري والمعدلات البدنية العالية سببوا مشاكل كتيرة لليفربول. ليفربول على الجانب الاخر ما كانش جيد، الاداء ما كانش جيد، لكن الاداء اقل من المتوسط واداء عامل قلق للمشجعين ومتابعين الفريق. يمكن على المستوى الهجومي الاداء كان جيد جدا، الفريق صنع فرص ووصل وسجل 4 اهداف، ويعني مستوى كبير طبعا برضو من النجمنا المصري محمد صلاح،
ولكن الفريق دفاعيا كان سيء جدا. يعني بعيدا عن الثلاث اهداف، ليدز صنع اكتر من احمد فرصه يعني ثانيه حقيقيه وكان يقدر يخطف. نعم كابتن احمد، يعني فعلا ليدز يونايتد جار ليفربول كان الافضل اغلب فترات المباراه، وحتى انه لولا الحظ الذي ساند ليفربول لكان ليدز له الكلمه العليا في نهايه اللقاء. ده حقيقي فعلا، لانه في النهايه هدف الفوز اللي سجله صحيح ليفربول جه في اواخر الدقائق من خطا فردي، خطا تدخل من مهاجم ليدز جوه منطقه الجزاء وارتكب ضربه جزاء وسط الماتش. يمكن قبلها كان ليدز يقدر باكتر من فرصه يخلص اللقاء، ولكن برضه ليفربول على الجانب الاخر، الى جانب الاهداف ليفربول صنع فرص مؤكده، صنع فرص حقيقيه ضاعت. علامه الاستفهام في الماتش ده كانت على مستويات روبرتو فيرمينو وساديو ماني. احنا شفنا ظهور اكتر من ممتاز من محمد صلاح، تحركات على الاجناب، صناعه فرص، استلام، ظهور في اكتر من مكان، بيحاول يخلق فرص لزمايله في الملعب. ولكن على الجانب الاخر روبرتو فيرمينو علامه استفهام كبيره، يمكن جات له فرصه كبيره في وسط الشوط الثاني قبل الهدف الرابع نعم وضيعها أحمد. بغرابه. ساديو ماني نعم. بالمقابل بلال، هل سيستمر ليدز يونايتد على نفس المنوال، أداء مذهل للفريق الصاعد حديثا إلى أضواء البريمير ليج، أم هي طفرة الحضور إلى البريمير ليج أول مباراة له في الدوري الممتاز بعد 16 موسما غاب عن منافسات الأضواء الإنجليزية؟ نعم كابتن عبد الجبار، يمكن أن نعطي عنوان لمباراة ليفربول وليدز، وهذا العنوان حماسة ليدز تحرج فريق ليفربول. وفريق ليدز نال إعجاب كل المحللين وكل المتابعين للدوري الإنجليزي، لكن السؤال المطروح، هل يبقى هذا الفريق العريق العائد إلى البريمير ليج بعد غياب دام قرابة 16 عام قادرا على مواصلة هذا الأداء الملفت في الفترة المقبلة؟ لأنه في أولى مباراة له في الدوري الإنجليزي أمام ليفربول، وعادي جدا أن يقدم مباراة قوية بحكم أنه عائد جديد ومتحمس للدوري الإنجليزي، لكن كما قلت وكما أؤكد دائما بأن الدوري الإنجليزي يصعب تكهن بنتائجه وبأداء الفرق في المباريات. يمكن أن تشاهد فريق قدم أداء جيدا في مباراة ويمكنه أن يخسر في المباراة المقبلة. هذا هو الدوري الإنجليزي، يتسم بالندية ويتسم بالإثارة ويتسم بالتشويق. وكما قلت لك يبقى السؤال المطروح، هل سيستمر ليدز في هذا الأداء أم أنها فقط هي بداية متحمسة أمام فريق ليفربول، الفريق الذي عرف خللا في وسط الميدان وفي الدفاع، ولاحظنا أخطاء بالجملة في المباراة من طرف غوميز ومن طرف فان دايك، لكن قابلها تألق على المستوى الهجومي وتألق المصري محمد صلاح الذي سجل هاتريك وسجل ثلاثية في هذه المباراة، ليكون محمد صلاح أحسن أداء يقدمه منذ قدومه لفريق ليفربول هي هذه المباراة التي سجل فيها ثلاثة أهداف وعاد بفريقه إلى الانتصار. نعم أحمد، فعلا الفرعون محمد صلاح كان فرعونا بكل معنى الكلمة، سجل ثلاثة أهداف هاتريك في مستهل مشوار البطل في البريمير ليج. أيضا المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا أثبت أنه مدرسة كروية لا تضاهى، حتى أنه تغلب تكتيكيا كما ذكر المحللين، أنه تغلب تكتيكيا على يورجن كلوب أفضل مدربي العالم. طبعا ده ما فيهوش شك، مارسيلو بيلسا من المدارس الكبيرة في عالم التدريب، يعني مارسيلو بيلسا في النهاية هو بيحاضر لأكبر المدربين في العالم ومنهم يورجن كلوب، هو محاضر شخصي ليورجن كلوب، بيب جوارديولا، عديد من المدربين على مستوى العالم. الكلام كله في الاعلام الانجليزي قبل المباراه كان هيبقى على ازاي بيلسا هيتعامل مع مباراه بحجم ليفربول في بدايه الدوري مع فريق اغلبه من الشباب، الخبرات فيه قليله الى حد ما، وفي نفس الوقت بيلسا مدرب عنيد، من المعروف عنه ان هو ما بيغيرش افكاره، يعني من النادر جدا ان هو غير حاجه في افكاره. شفنا ليدز في المباراه بيلعب بنفس طريقه اللعب 4-1-4-1، الاعتماد على الاطراف،
بعض التحولات التكتيكيه، تثبيت الجناح هاريسون اللي سجل الهدف الاول، تثبيته دايما في ظهر ارنولد وخلق مشاكل في الناحيه دي، لانه طبعا احنا عارفين انه بقدر تالق وبقدر نجوميه محمد صلاح وبقدر اللي قدمه في المباراه الا ان مساهماته الدفاعيه بين الطبيعي ان هي بتبقى اقل ما يمكن. عاب على ليفربول برضو في الجزئيه دي، في جزئيه الجانب الايمن، انه مشاركه هندرسون كلاعب مركز 6 في عمق الملعب خلت نبي كيتا هو اللي يلعب ناحيه اليمين، وبالتالي ما قدمش المسانده الكافيه لارنولد، فاتخلقت مشكله في الجبهه اليمين او الجبهه الشمال لليدز. على الجانب الثاني ليدز كان مذاكر جدا طريقه الضغط بتاعت ليفربول، كان قادر ان هو يطلع بالكوره ويصعد الكوره بكل سهوله ويوصل لمناطق ليفربول ويشكل خطوره كبيره. ليدز هيبقى من الارقام الصعبه في الدوري السنه دي، لانه التميز بتاع ليدز ده هيثبت كفاءته في مباريات الفرق اللي بقدر مستواه او الاعلى شويه، بعيدا عن فرق التوب 6 او الفرق يعني اللي هنقول ان هي عندها مستقبل وبتنشل في التنافس على المراكز الاوروبيه. كمان احنا بنتكلم هنا عن ليدز يونايتد، فريق لسه صاعد، فريق عنده تجربه موازيه زي تجربه وولفرهامبتون اللي بقاله 3 سنين في الدوري. اعتقد انه ليدز هيقدر يضمن البقاء من بدري بسهوله، وهيبقى منافس كمان مع فرق نص الجدول، ويعني ليه ما لاقي انه نلاقي مفاجاه في نهايه الموسم انه ليدز بيحجز مركز اوروبي وبيشارك مثلا في اليوروبا ليج السنه اللي جايه. نعم كابتن احمد، ايضا المدرب الاسباني ارتيتا قاد فريقه الى انتصار كبير، اعتلى به صداره ترتيب الفرق ولو مؤقتا بعد نهايه الجوله الاولى، طبعا باستثناء مباراتين مؤجلتين لقطبي مدينه مانشستر. يمكن ارسنال مع ارتيتا هو التوقع الوحيد الناجح من الجميع في بدايه الموسم في مباراه فولهام. ارتيتا ما بداش من جديد، ارتيتا كمل على اللي وصله في نهايه الموسم اللي فات والفوز بكاس انجلترا، المباريات اللي قدمها في اواخر الدوري انه كسب ليفربول وكسب اكتر من ماتش كبير وكسب مانشستر يونايتد وكسب تشيلسي في كاس الاتحاد. نفس الاستمراريه على 3 4 3، تحويل اوباميانج بشكل كبير للجناح، اللعب بلاكازيت هو المهاجم. يمكن كانت المفاجاه اللي ما توقعهاش الجميع ان محمد النني نجمنا المصري برضه هو اللي بدا في نص الملعب ويكمل بنفس المستوى اللي قدمه في مباراه الدالع الخيريه اللي كسب فيها ليفربول بضربات الجزاء. مستوى ارسنال في تحسن وفي تقدم، ولكن هيقابل ارتيتا نقطه يعني اعتقد ان هو هيكون واخد منها، ان طريقه اللعب مع الوقت هتبتدي تتحفظ من الفرق الثانيه، هيبتدي الفرق الثانيه تلعب على نقط ضعفه بالذات في قلب الدفاع، ولو انه ان هو عمل تعاقدات وعمل انتدابات ابرزها جابرييل مدافع ليل اللي سجل هدف في اول مباراه، عمل تحسن كبير في الفريق، الفريق بقى شكله افضل في الملعب مع الصفقات الجديده، مع دخول كمان لاعب بحجم وخبره وتقل ويليان بقى له اكتر من 5 سنين أو 6 سنين في الدوري الانجليزي بيقدم مستويات يعني هنقول جيده جدا، وهو اضافه كبيره للفريق في ظل انه لاعب بحجم نيكولا بيبي ما قدرش يسجل مع الفريق وما قدرش يقدم المستوى المنتظر منه. ويليان كان نقطه حسم في المباراه دي، شفناه بيصنع هدفين، بيعمل تعاون كبير مع لاكازيت واوباميانج. هتبقى النقطة المنتظرة من أرسنال في قادم المباريات، هل التحسن اللي الفريق ماشي عليه الفريق من أواخر الموسم اللي فات ومن بعد العودة من التوقف، هل هيكمل بنفس التطور وبنفس الطاقة القدم للأمام، ولا هنبتدي نقابل المشاكل في الجودة بتاعت اللاعبين؟ لأنه يعني ولنكن منصفين على الورق، جودة لاعبي أرسنال هي الأقل بين التوب 6 يمكن مناصفة مع توتنهام. نعم، وأيضا بلال، ليستر عاد بانتصار ثمين من ميدان ويستهام بروميتش الصاعد حديثا بثلاثة أهداف ليشارك أرسنال صدارة الترتيب. نعم كابتن عبد الجبار، هو إن انتصار ثمين لفريق ليستر سيتي بنتيجة 3-0 يعني قدم اداء كما قلت لك جيد في هذه المباراه، جعله ينتصر ب3 أهداف مقابل لا شيء. هذا ليس بالغريب على فريق ليستر سيتي، اي حقق انتصار على ويست بروميتش أبيون بثلاثيه نظيفه، ويبقى فريق ليستر سيتي وفريق ارسنال الفريقين الوحيدين الذين استفادا من هذه الجوله بتحقيقهم للانتصار. ارسنال قرر بثلاثيه على فولهام، وليستر سيتي انتصر على ويست بروميتش أبيون بثلاثيه نظيفه، وبالتالي كما قلت لك يكون ارسنال وليستر سيتي المستفيدين من هذه الجوله بتحقيقهم للانتصارين.
بلال، كما تميز محمد صلاح من جانب ليفربول، في أيضا جيمي فاردي هداف الموسم الفائت سجل هدفين، واصل نزعته الهجومية وزاحم محمد صلاح. الآن يزاحم محمد صلاح على صدارة الهدافين، محمد صلاح بثلاثة أهداف، فاردي بهدفين. نعم كابتن عبد الجبار، الصراع سيكون قوي أيضا على الجميل في الدوري الإنجليزي. الصراع لا يكون فقط على التتويج باللقب، والصراع يكون أيضا على لقب الهدافين. محمد صلاح لما جاء لليفربول وهو ينافس على لقب هداف الدوري الإنجليزي تألق في المباراة الأولى وسجل ثلاثية، سجل هاتريك. وكما قلت لك فالكل وصف المباراة التي قدمها محمد صلاح بأنه أحسن أداء يقدمه محمد صلاح منذ قدومه لفريق ليفربول، اعتبر الأداء رقم واحد. بالنسبة لفاردي سجل هدفين ويزحم كما قلنا محمد صلاح من أجل لقب هداف الدوري الإنجليزي، لكن المشوار لا زال طويلا والدوري الإنجليزي لا زال طويل، واللاعب الذي لديه نفس والذي سيواصل أن يواصل هذا التألق ويستمر في التسجيل فهو من يتشوف بلقب الهداف. وبطبيعة الحال فهذه تبقى فقط جولة أولى، لا زال هناك مباريات كثيرة، لا زال هناك مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد أيضا الذين يستفيدان من راحة بعض لاعبهم للأدوار المتقدمة في المسابقات الأوروبية. وبالتأكيد بأن لمانشستر سيتي ولمانشستر يونايتد هجوم قوي يمكنه أن ينافس محمد صلاح وينافس فاردي، لكن تبقى المقابلة التي قدمها محمد صلاح مقابلة متميزة سجل فيها ثلاث أهداف وجعلته يكون فرعون كما يلقبون فرعون هذه المقابلة. نعم أيضا أحمد من القاهرة، إيفرتون عاد بانتصار ثمين وثمين للغاية في مستهل مشواره بقيادة أنشيلوتي، وتغلب على توتنهام مورينو بهدف مقابل لا شيء في مباراة شهدت تألق مذهل للحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد. إيفرتون قدم مباراة كبيرة بشكل عام قدام توتنهام في توتنهام. إيفرتون مع صيف مميز، يمكن من أفضل الفرق في إنجلترا كلها اللي عملت صفقات الصيف ده، انتدابات في نص الملعب زي ألان من نابولي، عبد الله دوكري من واتفورد، طبعا مع الانتداب الأهم جيمس رودريجيز على الجناح اليمين. فريق ابتدى يتبلور وابتدى يتكون تحت قيادة كارلو أنشلوتي من نهاية الموسم اللي فات، ومتوقع ليه مستقبل كبير جدا، ومتوقع ان هو يكون المفاجاه الاهم في الدوري الانجليزي الموسم ده. جوردن بيكفورد قدم مباراه كبيره ومباراه مميزه، دي برده مش حاجه جديده على حارس بحجم بيكفورد. بيكفورد في النهايه هو الحارس الاول لمنتخب انجلترا، لعب كاس عالم، وصل لمركز مباراه المركز الثالث والرابع وقدم كاس عالم كبير. بيكفورد من الحراس المميزه في انجلترا، ولكن يعيبه في بعض الاوقات بيعمل اخطاء ساذجه واخطاء سهله. ده طبعا هيتعالج لانه في النهايه بيكفورد مش حارس سنه كبير، بيكفورد حارس سنه متوسط وقدامه بوتنشال وقدامه مستقبل كبير. كمان في المباراه دي شفنا اداء، يعني اداء مش بالجيد، ويعني نقدر نقول ان هو اداء مخيب من توتنهام، بالذات مع استمرار اعتماد جوزيه مورينيو على بعض الافكار اللي تميل اكتر للجانب الدفاعي. يعني احنا شفنا نص ملعب متكون من هويبرج صفقته الجديده اللي جاي من ساوثهامبتون وهاري وينكس، مفيش تطوير للاداء، مفيش صانع لعب في الملعب، اللعب بديلي علي في مركز رقم 10 قلل من الفرق. يعني احمد شفنا الفرق بتتحرك في الشوط الثاني اكتر مع التغييرات اللي اتعملت. احمد في الموسم الفائت كان يبرر مورينو سوء نتائج توتنهام بانه تسلم قياده فريق في مراحل متقدمه من الدوري، لكن ما هو التبرير للبداية المخيبة للآمال لفريق هوتسبيرز في مستهل مشواره وعلى أرضه؟ يمكن هي المبررات بدأت من بعد مباراة، إيفرتون مباشرة. يعني جوزيه مورينيو طلع في المؤتمر الصحفي بعد المباراة وفي تصريحات للإعلام واتكلم إنه الانتدابات ما كانتش بالمستوى أو بالقدر اللي هو عايزه، هو كان طالب صفقات وقال طالب أكبر تنضم للفريق وتضاف للفريق. يعتبر الصفقة الوحيدة اللي دخلت أساسية واللي هو طلبها هي صفقة بير هويبرج من ساوثهامبتون. الكلام في الوقت الحالي على احتمالية واهتمام من النادي باستعادة جاريث بيل من ريال مدريد،
ولكن انا اشوف ان ده شيء بعيد جدا مع مستوى الانفاق اللي بينفقه توتنهام في الاونه الاخيره، لان توتنهام مش من الفرق اللي هتدفع مبالغ كبيره او تدفع رواتب كبيره للعيب بحجم جاريث بيل. لا اعتقد ان جوزيه مورينيو هيكمل الموسم او هيقدم حاجه جديده مع توتنهام، اعتقد ان هي مجرد تجربه جديده بيحاول يستعيد بيها بريقه، نعم بيحاول يعيد نفسه للساحه الانجليزيه، ولكن ياخد خطوه لورا كمان قدام فريق زي ايفرتون. نعم بلال، برايتون سقط على أرضه أمام تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ختام منافسات الجولة الأولى. أحمد، أيضا تشيلسي عاد بثلاث نقاط مهمة من معقل برايتون بتحقيق الانتصار عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليحصد أول ثلاث نقاط له في بطولة البريمير ليج. بقدر انتظار الإعلام وانتظار الميديا الإنجليزية لإيفرتون بعد الصيف اللي عمله والانتدابات اللي عملها مع الصفقات والإضافات الجديدة الكتيرة للفريق، ولكن أنا شايف طبعا جزء منه كان بسبب الإصابات وجزء منه برضه كان بسبب تفضيلات لامبرد الشخصية بالجاهزية، إنه لامبرد عمل صح، لامبرد ما دفعش بالأسماء الجديدة كلها في مرة واحدة، إحنا شفنا اتنين لعيبة بس هم من الصفقات الجديدة اللي بيشاركوا، كاي هافرتس اللي ما قدمش مستوى جيد، على الجانب الآخر تيمو فيرنر قدم مستوى جيد في مباراة أولى، مباراة صعبة قدام فريق يعني بنقول بلغة الكورة فريق عنيد في ملعبه زي برايتون. الفريق قدم شوط اول متوسط، قدر يتقدم بضربه جزاء حصل عليها تيمو فيرنر وقدر يبقى ليدنج في الجيم لغايه لما برايتون اتعادل ورجع تفوق وتقدم بهدف من ريس جيمس. ريس جيمس من اللعيبه المنتظره جدا في تشيلسي في مركز الباك اليمين، لعيب استمرار لسياسه فرانك لامبرد بتصعيد لاعبين من الاكاديميه ولاعيب من الشباب، لاعبين من الشباب واعطائهم فرصه. لو تشيلسي بامبرد في المباراه الاولى ما كانش بالمستوى الممتاز او ما كانش بالمستوى المنتظر منه، ولكن ده كان متوقع مع الصفقات الجديده ومع التغيير في الفريق، التغيير اللي حصل الصيف ده اعتقد انه الفريق واحده واحده ومع المباريات هيبتدي ياخد خطوات للامام، هيبتدي يقدم مستويات افضل، هنبتدي نشوف مستويات افضل طبعا من كاي هافرتس من تيمو فيرنر، ايضا مع دخول لعيب بحجم حكيم زياش لاعبنا المغربي، دخوله الاساسي هيفرق جدا مع الفريق في نقطه صناعه الفرص ونقطه صناعه اللعب. شفنا يعني ميسون ماونت طبعا لعيب ممتاز ولعيب موهبه كبيره ومنتظر منه الكثير في الكره الانجليزيه، ولكن ما كانش بالمستوى الكافي وبالقدر الكافي في المباراه قدام برايتون، شفنا اكتر من كره كان يقدر يقدم فيها افضل ويقدر يصنع فرص لزمايله، ولكن احنا شفنا التصرف فيها ما كانش بشكل افضل. أتحول إلى بلال. بلال، أيضا ويلفرهامبتون عاد بانتصار مهم جدا في بداية المشوار على شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل لا شيء. نعم كابتن عبد الجبار، هو انتصار ثمين بهذا الفريق من أجل التأقلم مع الدوري الإنجليزي، بالرغم من أن هذه الفرق لا تنافس على الدوري الانجليزي، الا انه يبقى انتصار مهم لهذا الفريق في هذه المباراه، انتصار بهدفين مقابل لا شيء في مقابله يعني كانت رائعه جدا، انتصار يمكنه ان يرفع من معنويات يعني كل فريق انتصر في الجوله الاولى فسيكون انتصار بطابع معنوي، بطابع يمكنه ان يجعل الفريق يتحمس من اجل تقديم الافضل لما لا في هذا الدوري الذي يتسم كما قلت لك في النفيا وبالاثاره، فهو الانتصار وثلاث نقاط تجعل كل فريق في الصداره وتبقى الصداره فقط بفارق الاهداف ما بين الفرق، هذا سيجعل من هذا الفريق كما قلت يمكن يحفزه ان يقدم اداء جيد في المقابله القادمه من الدوري الانجليزي. نعم بلال، برايك ما هي العيوب التي رافقت الجوله الاولى من البريمير ليج؟ العيوب الاولى التي رافقت الدوري الانجليزي وهي خيبه الامل لمجموعه من اللاعبين الذين كان يطمح فرقهم في ان يقدموا مباراه متميزه، لكن هؤلاء مجموعة من اللاعبين خيبوا ظن فرقهم، ويمكن أن أشير إلى هذه اللاعبين الذين خيبوا الأمال في الجولة الأولى بأداء دون التوقعات،
مثل ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد ومهاجم توتنهام، مهاجم توتنهام كما قلت لك، ومهاجم ليز الجديد رودريغو مورينو. يعني هاد اللاعبين كان يأمل الفرق أن يقدموا أداء جيد، لكن ظهروا دون التوقعات وخيبوا أمال فرقهم. في المقابل تألق لاعبين آخرون في هذا الدوري، ويبقى المستفيد أكبر من هذا هذه الجولة الأولى فريق أرسنال الذي لفت الانتباه في الجولة الأولى بعد فوز ثالث خارج أرضه على الوحيد الجديد فولهام. كما استفاد أرسنال ميكيل أرتينا كثيرا من هذا اللقاء، حيث أشرك منذ البداية قلب دفاعه البرازيلي الجديد غابرييل الذي سجل هدفا إلى الجانب خبير ويليام القادم من تشيلسي، والذي صنع أهداف الفريق الثلاث. نعم أحمد، أبرز السلبيات لم يذكرها زميلنا في المغرب بلال نوالي هي خسارة الفرق الصاعدة إلى الممتاز. بماذا تبرر خسارة الفرق الصاعدة في أول جولة من البريمير ليج؟ هي فروق المستويات، يعني ولنكن منصفين، في كل المواسم السابقة كانت نقطة التحول اللي بتخلي الفرق اللي بتصعد من الشامبيونشيب تقدر تنافس وتكون بمستوى الدوري هو الصفقات اللي بتعملها في الصيف بعد الصعود. احنا شفنا السنة اللي فاتت فريق زي استون فيلا بيصرف 100 مليون جنيه استرليني وفي النهاية بيقدر ان هو ينافس وبيقدر يبقى في اواخر الدوري. شفنا تجارب قبل كده زي تجارب ولفرهامبتون اللي بعد ما صعد قدر يصرف مبالغ كتيرة عشان يقوي التشكيلة ويقوي عمق التشكيلة وجودة اللاعبين ينافس. على العكس السنة دي ده ما حصلش طبعا لظروف التوقف والظروف الاقتصادية اللي بتواجهها كل الأندية في الصيف. ما شفناش الانتدابات الكافية. فريق زي فولهام تقريبا بيلعب بنفس الأسماء أو بنفس التشكيلة والعناصر اللي كانت معاه في الشامبيونشيب. شفنا فارق مستوى كبيرة بينه وبين أرسنال، وأرسنال قدر يحسم المباراة بسهولة في النهاية 3-0. فريق زي ليدز اللي عوض النقطة بتاعت نقص الخبرات ونقص الصفقات الكبيرة أو الجيدة هي الإمكانيات التكتيكية والقدرات الفنية اللي عند واحد مدرب زي مارسيلو بيلسا. مارسيلو بيلسا لأنه بيلعب بتشكيلة وبطريقة محفوظة. نعم من كابتن أحمد، طريقة هي بتمثل ضغط وبتمثل كابتن أحمد، بصراحة الحديث كان شيق لكن الوقت مر مسرعا. أشكر ضيوفي الكرام من العاصمة المصرية القاهرة الإعلامي الرياضي أحمد بهاء الدين، ومن الرباط المغربي الكاتب والصحفي الرياضي بلال نوالي، والشكر الأكبر موصول لكم مشاهدينا الكرام. دمتم بخير وإلى اللقاء.